تعال يا حيوان. انت ابوك سيارة؟ انت ابوك سيارة ها؟ انت ابوك سيارة؟ ابوك سيارة؟ ابوك سيارة ها؟ انت ابوك سيارة ها؟ ها؟ انت ابوك سيارة؟ ابوك سيارة؟ كل حرام. فأنا بكوني كمواطن وأحب ديرتي وغار عليها لما أشوف عامل يقعد يمد ديده على السيارة ويطق الجام، أنت شغلتك تنظف. طبعا حد السارق في الإسلام قطع اليد، أنا ما قطعت ايده ولا بقطع رزقه أوديه المخفر، وديته حق شركته، لكن أنتو الشعب تأخذكم العاطفة وشوية كمانجة.